إذن بشأن ترحيل اللاجئين السوريين من العراق وأسباب ذلك، نرحب هاتفيا من بغداد بالكاتبة والباحثة العراقية ثائرة أكرم العقادي. مرحبا بك أستاذة ثائرة. أهلا وسهلا، حياكم الله. أهلا بك. إذن حملة تهجير قسرية تعرض لها اللاجئون السوريون في العراق، هل تعتقدين أن هذه الحملة ممنهجة، وهل من علاقة بين الاتفاقية الأمنية بين السوداني وبشار الأسد وبين عملية طرد السوريين الحاصلة الآن؟ نعم، طبعا بالوقت اللي تحاول الحكومة العراقية لإيحاء استقرار الأوضاع في سوريا بما يجعل عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم أو حتى ترحيلهم دون رغبة منهم إنها عودة آمنة، هناك العديد ممن رحلوا قسرا واعتقلوا فور وصولهم الى المطار دمشق الدولي قادمين من مطار بغداد، وفق ما يعني اشارت اليه المنظمات الانسانيه المحليه والدوليه والتي وثقت اعتقال بعض المواطنين السوريين خلال ايلول الماضي. ومن بين الاسباب الاخرى اللي تقف خلفها قرار الترحيل مزاعم جهات مقربه من الحكومه الاتحاديه تفيد ان جميع اللاجئين السوريين دخلوا بطريقه غير شرعيه من المناطق الحدوديه في دهوك الموصل الانبار، ذريعه ان الاوضاع في سوريا استقرت وحان الوقت لاعاده اللاجئين اليها طوعا دون اي حسابات لمخاطر الاعتقال شبه الاكيده او مخاطر القتل المحتمل الذي تعرض لها اللاجئين الذين فروا من مناطق خاضعه لسيطره قوات النظام بشار الاسد او اخرون فروا من مناطق القتال يتعرضون لهم جراء القصف المدفعي والجو العشوائي لقوات النظام وقوات الروسيه وعشرات الميليشيات المتحالفه مع هذا النظام. فالترحيل القسري للاجئين السوريين من العراق الى سوريا يشكل تهديدا لحياه هؤلاء اللاجئين وينذر بتدهور الاوضاع الانسانيه. لذا تحتاج هذه المساله الى تعاون دولي وجهود مشتركه للعمل على الحفاظ على حقوق اللاجئين وضمان سلامتهم طبعا. كيف يمكن تفعيل ذلك وفق الاتفاقيات والمواثيق الدولية للوقوف مع معاناة هؤلاء اللاجئين؟ نعم، طبعا سبق هناك دوافع، لا ننسى هناك دوافع تقف وراء حالات الترحيل القسري للاجئين السوريين متكلمين من النظام السوري، والأسباب أمنية تتعلق بعلاقة هؤلاء مع النظام وطبيعة العلاقة بين الحكومتين السوريتين السورية والعراقية التي كانت تربط مع علاقات متينة ضمن محور المقاومة الذي تقوده إيران. هناك وثيقة تفاهم أبرمت خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد الشياع السوداني إلى دمشق في يوليو يعني تموز الماضي على تسليم السوريين الذين يعبرون الحدود بشكل غير نظامي. الحكومة العراقية هي الحليف الوثيق لإيران والتي هي الراعي الرسمي للنظام السوري، تتعمد التضييق على اللاجئين السوريين بالدفع أو للعودة إلى بلادهم وترحيل أعداد منهم بذريعة دخولهم إلى العراق بطريقة غير نظامية. طبعا هناك سجلات كثيرة للاجئين السوريين ونعرف أعداد كبيرة أكو منهم خاصة في الإقليم. نعم، يعني حتى بحسب منظمة الأمل لحقوق الإنسان فإن غالبية هؤلاء اللاجئين المرحلين إلى سوريا يعتقلون في مطار دمشق في سوريا. يعني رب سائل يسأل ما مصلحة الحكومة في العراق بتسليم أبرياء إلى المعتقلات والسجون في سوريا؟ نعم، طبعا تشارك الحكومة العراقية المسؤولية القانونية إذا يعني قامت بهذا العمل لإعادة الأسر السورية وترحيلهم من العراق. هناك احتمال كبير أن نظام بشار الأسد سيقوم باعتقالهم وتعذيبهم. أنا كما ذكرت هي العملية مرتبطة بين الحكومة العراقية والحكومة الإيرانية وضغط مستمر من جهة بشار الأسد دافع، ونعرف احنا عن علاقة المقاومة الإيرانية مع نظام بشار الأسد. هناك يعني الإعادة القسرية لهؤلاء السوريين في ظل بقاء النظام الحالي في السلطة وقيادته الحالية وبنية أجهزته الأمنية الوحشية
وانتهاك صارخ للقانون الدولي ووصمة عار في سمعة أي بلد عندما تجبر حكومته فئة مستضعفة على الرحيل وتقذف بها إلى المجهول. نعم. أيضا من ضمن الذرائع لحملة الترحيل القسري للسوريين في العراق بأن ذلك يؤثر على البطالة في العراق ولكثرة العمالة الأجنبية، ولكن لماذا لا يتم التعامل أيضا بالمثل مع العمالة الأجنبية الأخرى، مثل كما تعلمين في جنوب شرق آسيا هناك عمالة كثيرة داخل العراق تعمل؟ نعم نعم. طبعا سبق الوزارة الداخلية العراقية أعلنت مطلع عام 2022 أعتقد عن ترحيل أكثر من 33 ألف مخالف أجنبي لقانون الإقامة رقم 76 سنة 2017، تسفير أكثر من 700 شخص خلال الأعوام 22-23 من مختلف الجنسيات. على يعني الحكومة العراقية تتعامل بجدية هذه المرة مع جميع الأجانب المقيمين بصورة غير نظامية على الأراضي العراقية، وإعطاء أولوية خاصة لملف اللاجئين السوريين بالعمل على إيجاد حلول دائمة وشاملة بالتعاون مع منظمات دولية طبعا والدول المعنية بقضية اللاجئين السوريين لضمان ترحيلهم من العراق سواء إلى سوريا أو إلى بلدان أخرى. هناك إجراءات مؤقتة مثل تخصيص مبالغ مالية دعم من قبل منظمات دعم اللاجئين بحدود 15 مليون دولار، كانت هذه في العام 2021 أعتقد بعد موجة نزوح كبيرة، يعني هناك كانت أكو حرب أعتقد في منطقة الحسكة ومنطقة شمس، كان أكو هناك منظمات دولية تدعم هؤلاء بدافع أنه حفاظا على سلامتهم. نعم. يعني الآن حتى الملاذ والملجأ الآخر للسوريين في كردستان العراق قد أغلق بعد يعني توقف منح التأشيرات لجميع السوريين، كيف هل من ملجأ آخر للسوريين الذين سيضطرون لمغادرة العراق وحتى في شمال العراق بكردستان؟ نعم، هناك تقريبا يعني العراق يستضيف أكثر من 300 ألف لاجئ سوري يعيش الغالبية العظمى منهم في إقليم كردستان العراق، يشمل ذلك أكثر من 95 ألف شخص يعيشون في المخيمات، يتلقى 72 ألف منهم مساعدات غذائية ونقدية منقذة للحياة من برنامج الأغذية العالمي، في حين تقدم فوضية اللاجئين مجموعة من الخدمات لما فيها دعم قانون وخدمات التسجيل والمساعدات النقدية والتعليم وخدمات أخرى. اليوم حكومة الإقليم تحمل الحكومة العراقية المسؤولية كاملة عما يؤول إليه مصير هؤلاء اللاجئين. هذا القرار يشكل سابقة خطيرة ومنافية للقوانين والاتفاقيات الدولية التي وقع عليه العراق عام 2008. ليس نعم طبعا معنا نعرف ليس هناك بيئة مناسبة لعودة اللاجئين السوريين وسط تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغياب شبه تام لمعظم مقومات الحياة ضمن المخيمات والمجمعات السكنية تؤول لها آلاف النازحين والمهجرين. نعم. إذن الكاتبة والباحثة العراقية ثائرة أكرم الأجادي، شكرا جزيلا لك.